أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها يومه الخميس أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى 24 حالة مؤكدة لحد الآن. ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد أكد البيان أن الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا، إحداهما تتواجد حاليا بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاثة في ولاية البليدة.